شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها. الأعراس في اليمن تقام على أنغام الأناشيد، أناشيد الزفة والرقص بالخنجر أو بالجنبية وغيرها من التقاليد، إلا أن الفرحة لا تكتمل إلا بحضور الأقارب والأصدقاء، لكن الصراع في البلاد حرم الكثيرين من بهجة الأعراس. محمد عبد الله شاب كفيف يدرس الإعلام في جامعة عدن ويعرف بين أصدقائه باسم محمد الأعمى. مع اقتراب موعد عرسه تم إطلاق هذه الدعوة على لسانه على فيسبوك، يقول فيها محمد، يقول أنا محمد علي عبد الله أو كما ينادوني محمد الأعمى، أنا فرحان جدا وأخيرا الحياة أصبح لونها ورديا، مع أني مش عارف كيف يجي اللون الوردي بس يقولوا أنه لون حلو. يضيف محمد، أخيرا وجدت شريكة حياتي وسأتزوج وأكسر اليأس والوحدة، أنا أصحابي قليل فأتمنى أن تكونوا أنتم أصحابي، تفرحوا لي وأفرح بكم. صح أنا ما أشوف حضوركم ولكن أحس بوجودكم. هذه الدعوة لاقت صدى واسعا لدى اليمنيين فأطلقوا هاشتاج أبشر كلنا أصحابك، فكيف كانت تلبية الدعوة على أرض الواقع؟ دعونا نشاهد. كلنا أخوتك يا محمد، كلنا أصحابك يا محمد، فاليوم عدن تحتفل بزواجك. وتحت عنوان كلنا أصحابك يا محمد شاركت أكثر من 400 سيارة تنقلت بين صالة الأفراح ومنزل العريس في شمال مدينة عدن، وقامت إدارة المرور بتنظيم حركة السير تجنبا للازدحامات التي حدثت بسبب تلك المشاركة الواسعة. وفقا لبعض من شاركوا في هذه الزفة فقد ضم موكب زفة محمد نحو 2000 شخص. دعونا نظهر لكم هذا الفيديو للحظة أو لأفراح محمد في يوم زفته. عندما وصل قاعة الأفراح وفي داخل الصالة كان المئات من الشباب والرجال بانتظاره، حملوه على الأكتاف وانشغل باقي الحضور بالرقص والغناء في تلك الزفة الكبيرة والمهيبة لمحمد. مشاهدينا معنا عبر سكايب من عدن العريس اليمني محمد علي عبد الله. مرحبا بك محمد علي وألف مبروك زواجك. هل أنت من النوع النشط على فيسبوك أم أن اقتراب موعد العرس نشطك على فيسبوك لتكتب تلك الدعوة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أشكر حضرتكم على الاستضافة. أول شيء أنا لست نشطا على الفيسبوك، أكثر أصدقائي لا أملك على الفيسبوك، أملك فقط على الواتساب بس. وقصة المنشور والنشاط هذا كله هو انطلقت عبارة عن صديق لي يملك حساب بالفيسبوك، هو الذي طلق هذه المنشور وهذا في البوست بدون أن أدري بدون أن أعلم بأي حرف. طيب أنت لم تعلم بها ولكن هل فرحت بما قام به صديقك؟ بالنهاية النتيجة كانت كبيرة، هناك يعني 2000 شخص على الأقل شاركوا في ذلك العرس. بكل سرور اكيد، يعني رغم التعب الذي كان موجود ورغم المسافه الطويله ورغم الاجهاد ورغم التوتر ورغم يعني كان موقف لا يصدق، يعني بخلال يوم ونص انقلبت حياتي راسا على عقب. طيب الاجهاد والتوتر والمسافه الطويله ماذا تعني بذلك؟ يعني هل طبعا ان يكون هذا هناك عدد كبير من المعازيم قد يكون ايضا يعلي من تكلفه العرس، اليس كذلك؟ نعم نعم نعم، أنا قصدي المسافة الطويلة، أنني ذهبت لإحضار العروسة من مدينة أخرى في الضالع تبعد عنا مئات أو عشرات الكيلوهات ذهابا وإيابا بنفس اليوم، وهذا ما سبب الإجهاد والتوتر وهذه الأمور، وأيضا توتر الحفل وهذه الأمور، يعني بيوم وليلة بيصير، يعني أنت مش يعني مش أي زفاف عادي كأي زفاف عدني يمني يحصل هكذا. زفاف يعني خرج عن السيطرة، يعني صار كبير، حضروا آلاف المشاركين، يعني زفة كبيرة، آلاف المشاركين والأمور، وتدخلت فيها سلطة المرور وسلطة الأمن وإدارة الأمن، تسديت الشوارع يعني. يعني.
ولكن الحمد ماذا لله ما على رأي كل حال. العروس بهذه الزفة؟ هل كانت تتوقع هذا الكم الهائل عندما وصلتم إليها، يعني مع هذا العدد الكبير من الأشخاص والعربات؟ كيف كانت ردة فعلها؟ ماذا قالت لك أول شيء؟ ما كنا انا وهي متوترين يعني من الارهاق الطويل ومن التوتر والحشد هذاك والامور كثير، كنا متوترين متوترين لاقصى بس ما درجه قالت لك شيء يعني لما مش وصلت، مصدقين. لما وصلت الزفة بهالطريقة الكبيرة، هاي الزفة الكبيرة، ما قالت لك شيء عنها؟ يعني كانت فرحانه مش مصدره ان هذه كلها خرجت من عقلنا، وحتى لما كانت تتمر على الجماعه الشباب يصيحوا كلنا من شانك يعني فرحانه تصدق، حتى اننا صرنا من القاعه الى الزفه لمده 3 ساعات. وانا كمان احب من هذا المنبر اشكر كل الاشخاص، كل اهل عدن الذي قاموا بالخروج، الصغار والكبار والشيوخ والصغار، كل من ايضا اللجان اللي كانت المرور ولجان التنظيم، وايضا الاشخاص اللي مشوا من القاعه الى نقطه الانتهاء، كلهم أتمنى بصراحه لك ما كل عرفت الموفقية فيهم في ولا عرفت حياتك فيهم. الزوجية، وأشكرك جزيل الشكر محمد علي عبد الله. وهناك بعض المواقع تقول أن زفتك كانت زفة تاريخية. شكرا.